السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إليكم وفيديو جديد من فيديوهات إبداع تي في. فيديو النهاردة من سلسلة تعليم النجارة، هنشرح لكم الدباسات المستخدمة في الورشة اللي بيستخدمها أي نجار، وهنبدأ بأول دباسة أو مسدس مصامير كما يطلق عليه. الدباسة دي بتاخد من مسمار 1 سنتي لغاية مقاس أكبر مقاس 5 سنتي، يعني بتاخد مسمار 1 سنتي، 1.5، 2 سنتي، 2.5، 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي. دي المقاسات اللي موجودة في السوق اهي. الدباسة اهي، نيجي اهي لما بنيجي نشتغل بيها بنتكة كده، لما اتكينا كده هتسحب دي اهي. بحط السمير بتاعتي بالشكل ده، اتك عليها، اضغط عليها، اضغط لنا برضو تاني اهي، ركب معانا المسمار 5 سم. تمام، ده المسمار 5 سم، ده مقاس 4، ده مقاس 4 عشان يبقى ظاهر معاكم اهو، 5 و4. تمام، في 3 اقل منه هو سنتي، يبقى دي 5 و4 و3. في 2.5، في 2 سنتي، في 2 سنتي، في 1.5، في 1 سنتي، وده أصغر مقاس اشتغلت بيه. يبقى موجود عندنا 5 و4 و3 و2.5 و2 و1.5 و1. اللي هو شائع في الاستخدام، أكتر حاجة بيستخدمها النجارين 5 و4 و3 و2. استخدام 2.5 1.5 و1 ده بيبقى بسيط، شغل بسيط خالص. أنواع الدبابيس برضو ما انا اشرحها لكم، بتاع الدباسة الدبابيس نفس الشكل ده، دي بتجمع خشبتين ببعض. في منها مقاسات، نرجع للدباسة بتاعتنا اهيت 5، ممكن اركب 1 سنتي عليها اهو، يبقى بركب 5 وبركب 1 سنتي، بتاخد معانا من 1 ل 5 سنتي الدباسة هي. تمام، ممكن نستخدم، نوريكم برضه نستخدمها ازاي. ده الخرطوم بتاع الهواء بتاع الكمبروسر، ركبنا الدباسة اهي، الخرطوم بتاعنا الدبوس 5 سم، ركبنا الدبوس 5 سم، معانا خشبتين عايزين نسمرهم في بعض. صممنا الخشبتين في بعض زي الفل. تمام، في ملحوظه بقى، وانت بتصمر كده يا ريت ايدك تبقى بعيده عن الدبوس، عن الدباسه. ليه؟ المسمار الدبوس 5 سم طويل، ممكن يلف معانا اهو. نعمل واحد كمان اهو، واحد كمان اهو. هنا مفيش مسامير، في هنا مسامير طلعت اهي، يبقى انا ايه اخد بالي وانا شغال بالدباسة. تمام، لان ممكن الدبوس يلف، المسمار يلف. ده بالنسبة للخمس والاربعة والتلاتة، وانا شغال المسمار ايدي بعيدة، تكون بعيدة عن الدباسة للامان. تمام، سيبنا من الدباسة الخمسة. دي موجود منها انواع كتير برضو، يعني مش نوع واحد متوفر في السوق، انواع كتير. بس انا بشرح لكم على الدباسة الموجودة عندي في الورشة. في
في نوع تاني وهو دي التلاتة. الدبازة دي بتاخد من سنتي لتلاتة سنتي، يعني بتاخد الواحد سنتي، الواحد ونص، الاتنين، اتنين ونص، التلاتة. تمام. برضو هنستخدم فيها، استخدم لكم انا طبعا، انا في الشغل بتاعنا عشان خاطر ده المسمار الاثنين اهوت، الشريط الاثنين حطيته اهوت قفلت. برضه نفس الطريقة، ده نفس الطريقة اهوت، انا اتكيت اهو واتك اهوت، ده انا اتك على دي عشان اقفل بيها. تمام. اكتر استخدمنا للدباسة الثلاثة مش الدباسة الخمسة، دباسة الثلاثة بستخدمها في ايه؟ في الكبس، شغل الكبس. هنبقى ممكن نشرح لكم برضو طريقة الكبس دي بيتعمل ازاي. تيجي تعمل دولاب، تعمل الرف، بيبقى بنفس الشكل ده كده، طبقة 3 مللي أبلكاش 3 مللي وطبقة 3 مللي وفي النص خشب سويد بالشكل ده. الشغل بتاعنا الدواليب والرفوف بتبقى بنفس الشكل ده. ده أبلكاش ممكن 3 مللي، في واحد بيستخدم اف ام، في كوري، على حسب اللي انت بتشتغل فيه. تمام. انا عايز اقفص حاجه زي دي، بعمل ايه؟ الدباسه الثلاثه بتاعتنا هي الدباسه، تمام، دي بس هو بتاع بنفس الشكل كده، والابلكاش بتاعنا اهو، بنغرق بنغري كل اللي فات هيتقطع، بنغري بنغري، ونجيب الابلكاشة بتاعتنا ونصمم. تمام. مسكت في بعضها اهي، بنيجي الجنب التاني وبنحط برضو الابلكاشة، نغري ونحط الابلكاشة، في الاخر بيطلع لنا بنفس الشكل ده كده. أقفص مكتب، أقفص رف، أقفص سرير، دولاب، نفس الشكل. بتراعي وانت بتسمر برضو ايدك بعيدة عن الدباسة، لان الدبوس ممكن يطلع بالشكل ده كده، ما طلعش. جرب مرة كمان، طلعش، مش عاوز يطلع، طلع بنفس الشكل ده. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، وسنكمل معكم شرح الدباسات في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول.